لاعبه التنس الدوليه ميار شريف حققت امبارح انجاز. الانجاز ده هو انجاز استثنائي جديد بيضاف ليها بعد ما فازت بلقب بطوله مولي كارسلو للتنس اللي بتستضيفها المانيا. اللقب ده هيكون سبب في دخولها لقائمه افضل 50 لاعب محترف في التصنيف العالمي، او تحديدا لاعبه محترفه في التصنيف العالمي، وهتكون اول لاعبه مصريه في التاريخ بتوصل للانجاز ده. إنجاز استثنائي جديد بتحققه لاعبة التنس الدولية ميار شريف بعد تتويجها بلقب بطولة مولي كارسلو اللي استضافتها ألمانيا. قدرت البطلة المصرية التتويج باللقب بعد ما فازت على الأمريكية بيرا بيرنارد المصنفة رقم 116 على العالم بمجموعتين دون رد في النهائي بنتيجة 6-2 و6-4، علشان يتم تتويجها باللقب اللي بيعد إنجاز تاريخي في مسيرتها العالمية. اللقب اللي حققته ميار هيكون سبب كبير في دخولها قائمة أفضل 50 لاعبة محترفة في التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسيرتها كأول لاعبة مصرية في التاريخ بتوصل للإنجاز ده. مشوار ميار في البطولة كان حماسي بامتياز، والمباراة كانت مليانة بالقوة والإصرار. ورغم قوة اللاعبة المنافسة ليها في النهائي، إلا إن بنت مصر قدرت تستخدم مهارتها وذكائها الفني في التعامل مع المباراة اللي هتكون سبب في تربعها على عرش التنس في العالم كله. وبكده ميار لفتت الأنظار وأصبحت أول لاعبة مصرية في تاريخ اللعبة بتشارك وبتتأهل في بطولات عالمية قوية في لعبة التنس. بعد الإنجاز اللي حققته ميار، خرجت اللجنة الأولمبية المصرية وهنأتها بتتويجها بلقب البطولة العالمية، بالإضافة للإشادة الكبيرة من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللي فخورين بيها وبمشوارها القوي في لعبة التنس. ميار شريف فخر لمصر وللمصريين والمصريات في كل مكان، والحقيقة انه يعني صناعة النجوم بالشكل ده وبانها توصل لنهائي ما كانش يعني موجود عندنا، وما كانش عندنا اهتمام بألعاب زي التنس دي قبل كده. دلوقتي بقينا بنشوف يعني نجوم شابات وشباب بيوصلوا لمراكز متقدمة. ميار شريف الحقيقة ان كل الناس بتتكلم عنها وبيكلموا بيقولوا انها يعني قنبلة التنس القادمة، وما شاء الله ألف ألف مبروك، وإن شاء الله نفضل نحتفي بيها دايما. يعني هو فعلا زي ما انت ما قلت هي قنبلة التنس، لأن فعلا ميار يعني بتكتب اسمها بأحرف من ذهب في صفحات التاريخ المصري، تحديدا في ملف بقى أو في فصل الرياضة المصرية، لأن ميار عملت إنجاز. الإنجاز ده بيحسب ليها، وقادرة اللي هي من وقت للتاني اللي هي كمان تطور نفسها. فكل التوفيق لميار، والواحد بيكون فخور. بعد ما كنا بنتفوق في الاسكواش، ما كانش عمرنا بنسمع يعني عن بطلات للتنس تحديدا، لكن النهارده يا هدير شايفين ان الموضوع بقى مختلف. عندنا الالعاب الفرديه اصبحت بتحظى باهتمام شديد جدا، وشايفين في كمان تالق وفي سيدات مصريات قادرين ان هم يخوضوا التحدي وينافسوا عالميا كمان. وده فخر لبلدنا بكل تاكيد.